يعني إضافة إلى نعم الصعوبات اللي ذكرتها من حيث عدم تصريح الأسعار الحقيقية للأصول العقارية، هناك صعوبة أخرى ربما نقول مرتبطة بأسعار العقار في حد ذاتها. ربما عدم السيطرة على تكاليف البناء، ولا تجعل من المساكن خاصة في أهم الأقطاب، يعني الجزائر العاصمة، المدن الكبرى مثل وهران، قسنطينة، عمان، كأهم الدول، هنا نجد أن الأسعار ربما مرتفعة مقارنة بالمداخل تاع الأفراد. فربما تلقى أفراد تحب تمشي للتمويل، ولكن إذا عملنا عملية محاكاة نجد أن مثلا الشخص اللي ياخذ 40 أو 50 ألف دينار جزائري، حتى لو تعمل له تمويل مثلا على 25 سنة، الحصة التمويلية تاعو ما راحش تغطي بصفة كافية العقار في حد ذاته، لأن أصل العقار السعر تاعو مرتفع. نعم إذا خدينا ربما بعض المدن الداخلية، لا، هناك ربما عقارات اللي نوجدها بأسعار مقبولة جدا، والمداخل تتناسب. يعني إذا صبنا هناك عقارات يعني تكون أقل من 10 ملايين دينار جزائري، يعني موان دو مليار دينار سنتيم. فنصيب مثلا أصحاب مداخل تاع من 50 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري، بإمكاننا نعطيهم تمويلات، وهذوك التمويلات التغطية التمويلية تكون يعني كافية باش السيد يقتني هذا العقار. نعم أما في أهم المدن الكبرى فنوجد عقارات توصل إلى 4 ملايير سنتيم، 5 ملايير سنتيم، وبالمقابل عندك دخل هنا ضعيف، فالتغطية التمويلية راح ما تكونش كبيرة، وراح تكون المساهمة تاع المستفيد ربما. كيف ربما تتعاملوا معها أنتم أستاذ في هذه والله الأمور؟ احنا خاصة يعني أولا عندنا دور تاع استشاري قبل ما نكونوا يعني مصرف، عندنا دور استشاري نفهموا العميل ان التمويلات هذه راهي مرتبطه بالمداخل تاعو، بالسن تاعو اساسا، وعليه يعني اختيار عقارات ربما تناسب المداخل تاعو، او اختيار عقارات، له الحريه في اختيار عقارات مهما كان السعر تاعها، ولكن المجهود تاعو يعني هامش الجديه اللي وضعه راح يكون يعني كبير نوعا ما. نعم يعني شكرا. الرابور انيسيال اللي يدفعوا، نفضلوا احنا في البنوك الاسلاميه ما نسموش المساهمه الشخصيه، نسموها هامش الجديه. هامش الجديه يعني هذا المصطلح سي الكونسيبت كونساكري، يعني هذا هو في الصرف الاسلاميه. وهذا هو المشكل يعني بالنسبه يعني في كثير من الاشخاص، انه يروح يقول لك نتوجه انا الى تمويل اسلامي، لكن الهامش تاع الجديه يكون يعني مرتفع. يعني هل هناك يعني صيغه او امكانيه يعني تمويل بنسبه يعني اكثر؟ شوف، هي هذه ماهيش خاصه بالبنوك الاسلاميه، لان هامش الجديه او المساهمه يعني رجعنا يعني الان لا يعني هو نفسه لا 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 ولا المساهمه الشخصيه، يعني هاد راهم مرتبطين بالسعر تاع بيع العقار، ومرتبطين بالمدخول او المداخل تاع المستفيد. هذه قاعده، لان قاعده رياضيه، شغل ماتيماتيك، شغل ما تقدرش. والسن تاع الفرد، هذوما اهم المعالم اللي نخدموا بهم باش نحددوا له التغطيه التمويليه اللي بامكانه يديرها.